إلى عبد الله بن عمر. قال: يا عبد الله بن عمر. قال: نعم. قال: أعطني ماء. ظن أنه سيشرب، قال: تفضل، هذا ماء. أعطاه ماء ليشرب. قال: لا، ما أريد أشرب، أعطني ماء أتوضأ، أنا ما صليت الفجر. انظر إلى القلب المنشغل بالصلاة. فأقبل إليه بماء فوضعه. لما توضأ قال: يا عبد الله بن عمر أقعدني. قال: يا أبي صلي وأنت على هذا الحال، بطنك ممزق والدم في كل مكان. قال: أقعدني لا أم لك. ووضع يديه خلف ظهره ورفعه ليقعده، فانفتح جرحه الذي تحت سرته، فعض عمر على شفتيه وأعاده إلى مكانه وربطوه. فلما صلى وسبح وهلل وانتهى، جاء الآن وقت الدنيا. التفت إليهم قال: من قتلني؟ من قتلني؟ قالوا: قتلك الغلام المجوسي. قال: غلام المغيرة بن شعبة، ذاك الغلام الذي رأيناه في السوق قبل شهر؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل، إيش؟ الحمد لله اللي قتلني أعجمي ليس عربيا، لا، هذا ليس مقياسا عند الله. وكم من أعجمي يتقلب في جنات النعيم وعربي أصيل في دركات النار. قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. الحمد لله الذي قتلني ما يصلي. ما قال ما يزكي، ما يحج، ما يعتمر. ممكن واحد يا شباب ما يحج ويدخل الجنة، ممكن واحد ما يعتمر ويدخل الجنة. يا أخي ما فقير ما استطاع أن يعتمر، ليس منكرا لوجوب الحج أو العمرة، لكن لم يستطع أن يصل إلى مكة ومع ذلك يبقى مسلما. ما قال الحمد لله أنه ما يصوم، الحمد لله أنه ما يبر والديه. هذه تبقى أنها أمور لا تكثر الإنسان، لا تخرجه من الملة. لكن قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. يقول: الحمد لله أن الذي قتلني ما يصلي. ليش؟ لأن الذي لا يصلي يتورط يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة إيش؟ الصلاة. قال: فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. يعني لو جاء إنسان يوم القيامة وقد بنى مساجد وكفل أيتاما وتصدق بأنواع من الصدقات وعمل أعمالا كأمثال الجبال بيضاء أقبل بها يسير بها أعمال صالحة، كل هذه لا يسأل عنها. أول سؤال يسأل عنه: صلي أم لا تصلي؟ فإن كان مصليا نظر بعد ذلك في باقي عمله، وإن لم يكن مصليا لم ينظر في باقي عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. لذلك قريش لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالدخول في الإسلام كانوا يرون أنفسهم أصحاب أعمال صالحة. نحن الذين بنينا الكعبة، نحن الذين نطعم الحجاج، نحن الذين نسقي الحجاج، نحن الذين نقوم أصلا على مصالح الحرم وندخل النار أيضا ولا يقبل الله هذه الأعمال، كيف؟ فأنزل الله قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش؟ كفروا بالله. فالذي يكفر بالله لا يقبل الله تعالى منه عملا أبدا. ولعظم هذا الأمر تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وهو يموت كان يؤكد هذه القضية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله فإذا هو قد بدأ به مرض الموت بعد صلاة المغرب، وضعوا له فراشا، جاء واضطجع على الفراش، ثم شعر بالحمى تأكل جسد حرارة، فأذن لصلاة العشاء، فمن شدة إعيائه لم يعلم. فلما تأخر على الناس جعل بعض الناس يقول: الصلاة يا رسول الله، نامت النساء والصبيان، الصلاة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيته ملاصق للمسجد، فسمع هذا الصوت فالتفت قال: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فنظر فإذا هو لا يستطيع أن يقوم شدة الحرارة. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، مخضب إناء كبير، وضعوا له الماء. أقبل صلى الله عليه وسلم، جلس في هذا الماء، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل نفسه بالماء البارد حتى شعر بشيء من النشاط، ثم اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه، فلبث مغمى عليه ثم أفاق.
لما أفاق أول سؤال سأله قال أصلى الناس؟ أمر الصلاة مشغل باله. قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثانية وصبوا علي الماء. فوضعوا له الماء وجاء برد نفسه بالماء، اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه، فلبث مليا مغمى عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. ما معنى لم تحل أفواههن؟ يعني القرب التي تعطونني يكون الماء قد طال مكثه فيها، الماء مطول جالس ثلاثة أربع أيام أسبوع حتى يكون أبرد. وضعوا صلى الله عليه وسلم في المخضب وأقبلوا إليه بالماء وجعلوا يصبون عليه القربة تلو القربة حتى أكثروا عليه. فلما أكثروا عليه شعر بنشاط، ماء بارد، فاتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه. وأصحابه ينتظرون في المسجد هذا الجسد الذي طالما جاهد في سبيل الله وقاتل الكفار وصام النهار وبكى في الأسحار ما استطاع يقوم يصلي. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. ما فاتتك صلاة الجماعة أطلعك. فنظر فإذا ما يستطيع يقوم، ما أستطيع، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وما أقدر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم الجمعة، وصلى بهم صلوات يوم السبت، صلوات يوم الأحد، وصلوات يوم الاثنين. لما جاءت صلاة العصر من يوم الاثنين شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النشاط، فأول شيء فعله ما قال طلعوني أشم هوى، طلعوني أتنزه، أتمشى، اذهبوا بي إلى مزرعة فلان ولا بستان فلان، لا، قال ادعوا لي علي والعباس رضي الله عنهما، فدعوهما له. قال احملاني. قال إلى أين؟ قال احملاني إلى المسجد. وين بروح بعد؟ اذهب إلى المسجد. يقول علي رضي الله عنه فحملناه يتكئ علي وعلى العباس ووالله إن قدميه لتخطان في الأرض، مثل الإنسان المريض اللي ما يستطيع يرفع رجل ويضعها، القلب علق بالصلاة. فذهب وصلى معهم ثم رجع عليه الصلاة والسلام ونزل ملك الموت من السماء يقبض روحه. دائما الإنسان يا جماعة لما يكون يموت يتكلم بأهم الأشياء عنده في حياته، صح؟ إن كان عنده ولد معوق بدأ يوصي أولاده على ولده المعوق، إن كان عنده أم عجوز، إن كان عليه دين أو له دين بدأ يتكلم عنه. الشيء الذي جعل يردده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت الصلاة. الصلاة، ملك الموت يستل تلك الروح المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتدارك ما تبقى من أنفاس ويوظفها لقضيته. الصلاة، 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 وما ملكت أيمانكم، الصلاة، 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 بل الرفيق الأعلى ومات عليه الصلاة والسلام. يا جماعة ما قال الجهاد الجهاد، ولا قال الصدقة الصدقة، ولا قال بر الوالدين بر الوالدين، ولا الحج والعمرة، قال الصلاة، لأن من حفظ الصلاة حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لذلك كل الأنبياء يذكرهم الله ويذكر صلاتهم. زكريا فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة. إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام قال الله له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لاحظ كلها صلاة صلاة صلاة، لأن الصلاة هي الحبل الممدود بينك وبين رب العالمين. إذا جاء الواحد وقطع هذا الحبل كأنه يقول يا ربي أنا ما أحتاجك. مثل الآن لما نأتي ونوصل هذا اللاقط بالسماعة التي في الجدار، لما أقول لك خلاص ما نحتاج السماعة اقطع الصلة بين الميكروفون وبين السماعة، تأتي وتقطع الصلة الحبل بمقص، تقطع خلاص السلك الموصل بينهما تقطع ما نحتاجها. انتبه لتأتي إلى هذه الصلة
لذلك الله تعالى ما سماها تخشع تقدس، سماها صلاة.